السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتورة إيمان شعبان، مدرس هيستولوجي. بعد ما سجلت لكم محاضرة الإبيثيليوم حسيت إن أنتوا استفدتوا منها، فقلت إن أنا ممكن أسجل لكم اللي فات بحيث وأنتوا قاعدين فترة الأجازة دي تستغلوا الوضع وإن أنتوا تراجعوا الحاجات اللي فاتتكم. لو في أي حد ما كانش فاهم أي حاجة في الليكتشر يقدر يرجع لها تاني في الفيديو. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الليكتشر بتاعت Nucleus and Cell Division. في الليكتشر دي هنعرف ايه هي اجزاء النيوكليوس، ايه هي السيل سايكل بمراحلها الانترفيز والميتوزيس، وهنعرف الميوزيس، وهنعرف كمان الفرق بين الميتوزيس والميوزيس. ففي نهايه الليكتشر ان شاء الله كلكم هتبقوا قادرين ان انتوا تفرقوا بين كل الاجزاء بتاعه النيوكليوس، وتوصفوا مراحل السيل سايكل، وتوصفوا مراحل الميتوزيس والميوزيس والفرق بينهم. تعالوا نبتدي الليكتشر بتاعتنا بكيس عن بنت عندها 4 سنين اسمها لورا. لورا was brought to the clinic by her 45 years old mother. مامتها عندها 45 سنة، وده هيفيدنا جدا في الكيس دي سن مامتها، وجابتها الكلينيك عشان وهي صغيرة تشخصت ب Down syndrome. مامتها عاملة لها دايما follow up، فجات المرة دي بتشتكي من ان هي عندها physical and mental health problems، يعني هي صحتها مش كويسة وكمان ذكائها بدأ يقل. She was not growing properly as children in her age. ما كانتش بتكبر بنفس يعني كانت دايما شكلها أصغر من زمايلها. She suffered from mild mental retardation. كان عندها نسبة بسيطة من تخلف أو اللي هو التأخر الذهني. After Laura's checkup, it was found that her VSD was getting worse. دايما أطفال Down syndrome بيكون عندهم ثقب في القلب ventricular septal defect، وكلمة ventricular دي في الليكتشر اللي معاكم مكتوبة ventral، صلحوها ventricular septal defect يعني ثقب في القلب. لقوا ان حالتها بدأت تسوء بسبب ان الثقب ده بدأ يكبر، وان هي محتاجة تدخل جراحي، وان ده السبب في ان هي مش قادرة تكبر مظبوط او عندها مشاكل تانية. في نهاية الليكتشر هنقدر نعرف ايه سبب Down syndrome، وانهي كروموسومز بالظبط اللي عملت مشكلة، وأي مرحلة من مراحل السيل ديفيجن اللي احنا ندرسها النهاردة هي اللي كانت مسؤولة عن مشكلة لورا. تعالوا أول حاجة نشوف النيوكليس بتتكون من إيه. هي عبارة عن إيه النيوكليس؟ The nucleus is the common center of the cell، يعني هي تعتبر المركز الأساسي للتحكم داخل الخلية. It's a large rounded or oval structure، يعني هي دايما بتبقى يا إما rounded يا إما oval، often near the cell center، موجودة دايما بس مش على طول، معظم الخلايا بلاقيها موجودة في منتصف الخلية. النيوكليس دي جواها ايه؟ جواها كل الجينيريك ماتيريال بتاعتنا اللي هي DNA. كلمة DNA دي اختصار deoxyribonucleic acid which encodes all cell structures and functions، اللي هو مسؤول عن كل الحاجات اللي بتحصل داخل الخلية. ايه فايدة النيوكليس او ايه الفانكشن بتاعتها؟ cellular regulation وproduction، يبقى ليها فانكشن تنظيمية وليها فانكشن بتبروديوس حاجة. يا ترى بتنظم ايه؟ بتنظم كل العمليات الحيوية اللي بتحصل داخل الخلية. directs all cellular activities and regulates cellular structures، يبقى هي تقدر انها توجه أو تنظم كل cellular activities، كل الحاجات اللي بتحصل داخل الخلية. and regulates بتنظم cellular structures، كل ال structures اللي موجودة جوه الخلية، وطبعا هي جواها genetic material. تاني حاجة إنها بتعمل production، يا ترى في حاجة بتخرج من النيوكليوس؟ الريبوزومال subunits اللي هتكلمنا عنها قبل كده في ال non-membranous organelles، وعرفنا إنها بتتكون فين؟ بتتكون جوه النيوكليوس وبتخرج من الأخرام دي وتروح للسيروبلازم. يبقى النيوكليوس بتعمل حاجتين، بتنظم كل العمليات اللي بتحصل جوه الخلية، وكمان بتقدر إنها تعمل production للريبوسومز في جزء جواها اسمه نيوكليولس and export them، يعني بتخرجهم into the cytoplasm for assembly into ribosomes، يعني الريبوسومال subunits بتتكون جوه وتخرج وبعد كده تتجمع مع بعضها في السيروبلازم عشان تعمل ريبوسوم كامل. هل كل خلايا جسمنا فيها نيوكليوس؟ لا، في بعض الخلايا زي خلايا الدم الحمراء اللي هي الريد بلاد كوربسلز،
ما فيهاش نيوكليوس. لو جينا نبص على الخلية نبص نلاقي ان كلها لونها احمر، ما فيهاش نيوكليوس في النص الزرقاء، يبقى ايه؟ دي اسمها non nucleated cell، يبقى ممكن ما يكونش فيه خالص نيوكليوس. ممكن يكون فيه نيوكليوس واحدة. لو جينا نبص على الصورة دي، دي خلية جواها نيوكليوس ودي خلية جواها نيوكليوس ودي خلية جواها نيوكليوس، تبقى دي اسمها مونو نيوكليتد سيلز. مونو يعني واحد، ونيوكليتد يعني نيوكليوس، تبقى النيوكلياي دي فيها او الخلايا دي فيها نيوكليوس واحدة، وبسميها مونو نيوكليتد سيلز، ومعظم خلايا جسمنا فيها نيوكليوس واحدة. طب تعالوا نبص على الخلية دي، هنلاقي ان فيها تو نيوكلياي، بسميها باي نيوكليتد سيلز. يبقى كلمة مونو يعني أحادية أو واحد، كلمة باي يعني ثنائية أو اتنين، باي نيوكليتد سيلز دي الخلايا اللي فيها تو نيوكليي، ودي تبقى موجودة في بعض الليفر سيلز، ده من نسيج الليفر تيشو. بعض الخلايا مونو نيوكليتد and some cells are باي نيوكليتد. يا ترى ممكن ألاقي خلية فيها أكتر من اتنين؟ لو جينا نبص على الخلية دي، ودي هناخدها بالتفصيل بعد كده، muscle cell، وعد معايا كده هتلاقي واحد اتنين تلاتة، معنى كده انها فيها more than two. لما الاقي nuclei more than two بسميها multi nucleated cells، يعني الخلية متعددة الانوية اللي فيها nuclei كتير، والكلام ده موجود في scleral muscle cells. يا ترى كلهم حجمهم واحد وكلهم شكلهم واحد؟ لا، بعض النيوكلياي بتبقى صغيرة زي النيوكليس دي، بعضهم متوسطة في الحجم زي دي، وبعضهم كبيرة زي دي. بالنسبة للشكل ليهم أشكال مختلفة جدا، ممكن ألاقيها flattened، flattened يعني مبططة زي دي، ممكن ألاقيها oval يعني بيضاوية، ممكن ألاقيها rounded يعني دائرية، ممكن ألاقيها kidney shaped يعني شبه الكيدني، bilobed يعني فيها فصين، segmented أكتر من فصين، ممكن ألاقيها lobulated يعني أكنها فيها فصوص خارجية بالشكل ده. يبقى حجم النيوكليس بيختلف من خلية للتانية، شكل النيوكليس بيختلف من خلية للتانية. position، مكانها، هل كل النيوكلياي موجودة في نص الخلية؟ لا، دايما النيوكليس بتحاول إنها تكون موجودة في أوسع جزء في الخلية. لو الخلية دي مدورة بالشكل ده ففي مكان كبير واسع في النص، أنا بلاقيها central يعني في النص. لو الخلية دي مليانة بحاجة ضغط النيوكليس على جنب، بسمي البوزيشن ده peripheral position يعني متطرفة على الجنب. يا ترى ايه اللي خلاها متطرفة على الجنب؟ لو فاكرين لما خدنا الليبيد دروبلتس أو الانكلوجنز، كان فيه هنا فات هو مالي الخلية وزائق النيوكليس دي على جنب. لو النيوكليس مش في النص ومش على الطرف قوي كده بين البنين، بسميها اكسنتريك، اكسنتريك يعني جاي على جنب شوية مش في النص. لو النيوكليس، لو دي الخلية والنيوكليس موجودة تحت هنا، بسميها بيزل، بيزل يعني عند البيز اوف ذا سيل موجودة تحت. يبقى البوزيشن اوف ذا نيوكليس هي ممكن تبقى سنترال في النص، ممكن تبقى بريفيرال على الطرف، ممكن بين البنين تبقى اكسنتريك، وممكن تبقى ناحية البيز اوف ذا سيل وتبقى اسمها بيزل. هل لو انا بتفرج على سلايد تحت الميكروسكوب باي لايت مايكروسكوب اقدر اشوفها؟ لاحظوا ان الصور اللي احنا جايبينها دي كلها باي لايت مايكروسكوب، شايفينها ولا مش شايفينها؟ ايوه شايفينها، بس عايزين نعرف خصائصها ايه او شكلها ايه باللايت مايكروسكوب. دائما وابدا هيبقى الروتين ستين عندنا في الهيستولوجي بنستخدمها على طول هي الهيماتوكسلين اند ايوسين. الهيماتوكسلين دي بتدي لون ازرق، والايوسين دي بتدي لون احمر. ولو فاكرين في اول براكتيكال كنا قلنا الحاجات اللي بتتلون ازرق ايه والحاجات اللي بتتلون احمر ايه. يا ترى النيوكليس هتبقى لونها ازرق ولا لونها احمر؟ لان النيوكليس از بيزوفيليك، واتفقنا انها دايما 100% من الحالات النيوكليس دايما هتبقى لونها ازرق. طيب ايه سبب اللون الازرق بتاع النيوكليس؟ لو تلاحظوا هي انهي ستين اللي لونها ازرق، الهيماتوكسلين ولا الايوسين؟ الهيماتوكسلين هي اللي لونها ازرق، يبقى it stains blue with hematoxylin. يا ترى البيزوفيليا، خلي بالكوا كلمه بيزوفيليك يعني بتحب الصبغه البيزك، بيزوفيليا يعني الزرق نفسه،
is due to its content of nucleic acids. Nucleic acids اللي جواها اللي هو DNA ده acidic. ده بيتفاعل مع الصبغة البيزك اللي هي الهيماتوكسين فيبقى اسمه بيزوفيليك. بيزك يعني بيحب الصبغة البيزك. النيوكليس في عندي ليها شكلين by light microscope. ممكن أشوف النيوكليس دي تفاصيلها باينة بسميها vesicular nucleus. كلمة vesicle يعني حويصلة أو حاجة مليانة سائل لو أنا بصيت جواها أشوف تفاصيلها. أو open face nucleus يا إما بسميها condensed nucleus لو أنا مش شايفة أي حاجة جواها. تعالوا نبص على الرسومات دي. الصور دي باللايت مايكروسكوب ولا بالإلكترون مايكروسكوب؟ لا دي باللايت مايكروسكوب متلونة أحمر وأزرق بالستين بتاعتي اللي اسمها هيماتوكسين and eosin. طب النيوكليس لونها أزرق ولا أحمر؟ لونها أزرق بيزوفيليك عشان الستين الداي اللي هي مسؤولة عن تلوينها كانت هي إيه؟ الهيماتوكسين داي. دي برضو نيوكليس تانية بس لونها أزرق. بس حد شايف الفرق بين النيوكليس دي ونيوكليس دي؟ النيوكليس دي أنا شايفة التفاصيل اللي جواها إنما النيوكليس دي غامقة قوي. تبقى دي اسمها open face nucleus ودي اسمها condensed nucleus. الـ open face nucleus بتبقى lightly stained لونها فاتح في الصبغة إنما الـ condensed nucleus بتبقى deeply stained أو غامقة. الديتيلز could be seen تفاصيل اللي جوه النيوكليس أقدر أشوفها في الـ open face nucleus بس no details can be seen في الـ condensed nucleus. معنى كده إن الخلية دي active cell metabolically active cells. هنعرف بعد شوية إن الكروماتين اللي موجود جوه النيوكليس لما بيبقى inactive بيبقى مكور حوالين بعضه زي بكرة الصوف إنما لو هستخدمه هبتدي أفك بكرة الصوف دي ويبقى مفرود. فالكروماتين اللي موجود هنا مفرود فعشان كده باين الحتة دي فاتحة إنما الكروماتين اللي موجود هنا ملفوف حوالين بعضه فباين إن الحتة دي غامقة فتبقى الخلية دي هي الأكتف سيل وتبقى الخلية دي inactive cell. موجودة فين example للvesicular nucleus؟ في خلايا الليفر اللي احنا بنشوفها دلوقتي دي وكمان خلايا النيرف سيلز. إنما condensed nucleus موجودة في خلايا السمول ليمفوسايتس. الليمفوسايتس دي خلايا مناعية بتبقى inactive لأن في الحالة الطبيعية لجسمنا احنا مش عمالين بنحارب أمراض على طول. طول ما الخلايا دي مفيش في جسمك مرض فهي inactive تبتدي تبقى active لو انت تعرضت للإنفكشن. يبقى تاني by light microscope أقدر أشوف النيوكليس ولا ما أقدرش أشوفها؟ أيوة أقدر أشوفها، بشوفها باللون الأحمر ولا باللون الأزرق؟ بيزوفيليك باللون الأزرق. ليها أشكال مختلفة؟ أيوة ممكن ألاقيها open face وتفاصيلها واضحة، ممكن ألاقيها condensed. دي lightly stained، darkly stained. دي التفاصيل بتاعتها من جوه باينة، دي مش باينة. دي metabolically active cells، خلايا active، إنما دي inactive. دي موجودة في liver cells ونيرف cells، إنما دي موجودة في lymphocytes. تعالوا نشوف باي إلكترون مايكروسكوب هقدر أشوف إيه جوه النيوكليس. أنا باللايت مايكروسكوب قدرت أشوفها إنما بالإي إم طبعا هشوفها بوضوح جدا جدا بكل تفاصيلها بس بشرط إن الخلايا دي ما تكونش داخل انقسام ما تكونش دلوقتي حالا بتعمل سيل ديفيجن مش هقدر أشوف كل التفاصيل دي. يبقى الخلايا دي لازم تبقى نون ديفايدنج عشان أشوف فيها الحاجات اللي أنا هقولها دلوقتي. يبقى لازم تبقى انترفيس سيل. يعني إيه انترفيس سيل؟ هنعرف بعد شوية إن ده المرحلة البريك اللي ما بين السيل ديفيجنز وبعضها. يبقى لازم هي تبقى في الريست عشان أقدر أشوفها. بتتكون من أربع حاجات. أول حاجة نيوكليار انفلوب ونيوكليار انفلوب ده هو الممبرين اللي موجود حوالين النيوكليس من برة بيفصل بينها وبين السيروبلازم. أقدر أقول عليه نيوكليار انفلوب وأقدر أقول عليه نيوكليار ممبرين. تاني حاجة أقدر أشوفها هي الحاجات السودة اللي جوه دي ودي بتمثل الكروماتين والكروماتين ده هو اللي موجود في الـ DNA بتاعنا والجينز بتاعتنا. تالت حاجة الستركشر اللي عامل زي الأسفنج جوه ده اسمه نيوكليولس. نيوكليولس دي موجودة جوه النيوكليس وهنتكلم عنها بالتفصيل. آخر حاجة هي السائل اللي كل ده بيعوم فيه وده اسمه نيوكليوبلازم أو نيوكليير ساب. الكلمتين صح. يبقى في أربع مكونات للنيوكليس. أول حاجة من بره لجوه النيوكليير انفلوب وبعدين في كروماتين وفي نيوكليولس ونيوكليير ساب أو نيوكليوبلازم. لو بصينا على الدياجرام ده بيبين لي إن دي نيوكليس ودي نيوكليولس
واللون الفاتح خالص ورا ده نيوكليير ساب او نيوكليوبلازم، والحاجات اللي عايمه فيه دي عباره عن كروماتين. لو بصينا على الدايجرام ده هنستفيد منه كمان حاجتين. اول حاجه ان في رف اندوبلازميك ريتيكولم دايما شابك مع النيوكليوس. تاني حاجه ان النيوكليير انفلوب اللي بره ده فيه اخرام كتير. يبقى عرفنا الاي ام بتاع النيوكليوس بيتكون من اربع حاجات، عايزين نتكلم على كل حاجه منهم. اول حاجه نيوكليير ميمبرين او النيوكليير انفلوب اللي هو عباره عن الميمبرين اللي حوالين النيوكليوس، دي النيوكليوس ودي النيوكليولس وده الكروماتين وحواليهم كلهم ميمبرين اسمه نيوكليير ميمبرين او نيوكليير انفلوب. It's a selectively permeable barrier. يعني ايه selectively permeable barrier؟ selective يعني اختياري، permeable يعني بيعدي الحاجات، يعني بيعدي بس حاجات بمزاجه اختياريا، barrier يعني حاجز بين النيوكليوس والسيروبلازم. يبقى هو حاجز بين النيوكليوس والسيروبلازم، هل قافل خالص الكونكشن بينهم؟ لا، هو بيعدي حاجات بس بمزاجه، حاجات معينة. الفانكشن بتاعت النيوكليير انفلوب ايه؟ بيعمل حاجتين، بيفصل النيوكليوس عن السيروبلازم، دي الحاجة الأولى. الحاجة التانية allow exchange of materials. exchange of materials يعني بيسمح بمرور بعض الحاجات من النيوكليوس للسيروبلازم. حد عنده خلفية ايه نوع الحاجات اللي ممكن تكون عايزة تتنقل من نيوكليوس للسيروبلازم؟ احنا قلنا من شوية ان الفانكشن بتاعت النيوكليوس ان النيوكليولس جواها دي هي اللي بتعمل الرايبوزومال سب يونتس اللي بتخرج من النيوكليير بورز اللي هنا وتتجمع بره. يبقى ده هيساعد الممبرين، ده هيساعد ان الرايبوزومال سب يونتس دي تخرج للسيروبلازم عشان تجتمع مع بعضها وتبتدي الفانكشن بتاعتها. احنا قدرنا نشوف النيوكليوس باللايت مايكروسكوب، بس هل النيوكليير انفلوب اقدر اشوفه باللايت مايكروسكوب؟ هو في الحقيقه رفيع جدا، ولكن في بعض الحاجات الماسكه فيه من جوه وماسكه فيه من بره اديت له اللون الازرق ده وقدرت اشوفه باللايت مايكروسكوب. هيبان لي كبيزوفيليك لاين، خط باللون الازرق. ايه اللي خلى الخط ده يبان لي باللون الازرق؟ لاحظنا الحلو ان في كروماتين ماسك فيه من جوه والكروماتين ده بيبقى لونه ازرق، وفي رايبوسومز ماسكه فيه من بره والرايبوسومز بيبقى لونها ازرق، فبالتالي هيبان لي الخط ده باللايت مايكروسكوب كخط ازرق. يبقى انا كده شفتها باللايت مايكروسكوب، عايز اشوفها اكتر بالالكترون مايكروسكوب واستفيد من تكبير الالكترون مايكروسكوب ان انا اشوف النيوكليير انفلوب بيتكون من ايه. الصورة دي صورة بترانسميشن الكترون مايكروسكوب مبينة النيوكليوس وده السيروبلازم. بين النيوكليوس والسيروبلازم في ممبرين اسمه نيوكليير ممبرين او نيوكليير انفلوب. تعالوا نشوف بيتكون من ايه. بيتكون من اربع حاجات. اول حاجة في inner nuclear membrane، يعني ده الممبرين الداخلي اللي ناحية النيوكليوس وبسميه الانر، وفي ممبرين خارجي ده ناحية السيروبلازم بسميه outer، وفي فراغ بينهم الفراغ اللي حوالين النيوكليوس فهسميه peri nuclear space. peri يعني حولة ونيوكليير يعني نيوكليوس، يبقى الفراغ اللي حوالين النيوكليوس اللي بين التو ممبرينز. واتفقنا ان الممبرين ده مش مقفول خالص، لا ده ربنا عامل فيه فتحات عشان تسمح بمرور بعض الحاجات بين النيوكليوس وبين السيروبلازم. الفتحات دي اسمها ايه؟ اسمها نيوكليير بورز. يبقى ايه الاربع مكونات بتوع النيوكليير انفلوب؟ اول حاجه inner nuclear envelope، outer nuclear envelope، والفراغ اللي بينهم اللي اسمه peri nuclear space، والانفلوب ده فيه اخرام اسمها nuclear pore. الانر نيوكليير ممبرين ده بيكون زي ما اتفقنا باللايت مايكروسكوب شفته باللون الازرق عشان اتاتشد لي كروماتين من جوه. يبقى الكروماتين على علاقة بايه؟ بالانر نيوكليير انفلوب. بس هل في رايبوزومز ماسكة فيه؟ لا، الرايبوزومز هلاقيها ماسكة من بره. الاوتر نيوكليير ممبرين هو الطبقة اللي بره دي، وده ممكن الاقي عليه رايبوزومز ماسكة فيه. البيري نيوكليير سبيس ده سبيس صغير جدا 30-50 نانومتر، وده اللي بين الاوتر والانر انفلوبس، وهو انتربتد يعني مش كامل في نيوكليير بورز.
النيوكليار بورز دي عبارة عن فتحات موجودة في النيوكليار انفلوب بتعمل ايه؟ ريجوليت يعني بتنظم the movement of molecules، بتنظم حركة المولكيولز اللي داخلة وخارجة من النيوكليوس للسيروبلازم. وزي ما اتفقنا ايه اللي ممكن يكون عايز يخرج من النيوكليوس؟ الريبوسومال سابيونتس اللي كونت جواها، كمان الانزيمز اللي بتشتغل على الدي ان اي والار ان اي برضو بنحتاج ان احنا تدخل وتخرج بره النيوكليوس. يبقى اتفقنا ان النيوكليوس بتتكون من كام جزء؟ اول حاجه نيوكليير انفلوب، وده قلنا كل تفاصيله انر واوتر وسبيس وبورز. لسه في ثلاث حاجات تانيين، الكروماتين والنيوكليولس والنيوكليوبلازم. تعالوا نشوف الاستراكشر اللي عليه الدور. الكروماتين، الكروماتين ده موجود فين؟ هو كل الحاجات السوداء اللي موجوده في النيوكليوس دي من جوه. بيتكون من ايه الكروماتين؟ الكروماتين ده هو المادة الخام اللي بيتكون منها كروموزومات بتاعتنا. It's a basophilic material، مادة لونها أزرق، of which chromosomes are formed، بيتكون منها الكروموسومز. بيتكون من إيه الكروماتين؟ تعالوا نبص على الدياجرام ده. الكور الخضرة دي عبارة عن بروتين اسمه هيستون بروتين. الهيستون بروتين ده بيجي الـ DNA يلف حواليه بالشكل ده، وهو ده اللي بيكون لي الخط بتاع الكروماتين. الكروماتين ده اللي بيرجع يلف حوالين نفسه لفات كتيرة جدا جدا عشان بعد كده ياخد شكل الكروموسوم. إنما بداية تكوينه بيتكون من حاجتين، من DNA لافف حوالين إيه؟ بروتين اسمه هيستون بروتين. That's formed of DNA زائد هيستون بروتين. عندنا نوعين من الكروماتين. زي ما اتفقنا لو الكروماتين بتاعي inactive هلاقيه بالظبط عامل زي بكرة الخيط الصوف ملفوف حوالين بعضه ومكلكع ومش بستخدمه. انما انا عشان استخدم بكرة الصوف دي واعمل منها حاجة لازم هفك الشريط بتاع او اللي هفك الصوف واشد الخيط بتاعه يتفرد معايا واشتغل بيه. الكروماتين في نفس الفكرة. في نوعين من الكروماتين، في كروماتين مفرود وفي كروماتين كويلد ملفوف حوالين بعضه. تعالوا نبص على الكروماتين المفروض، بسميه ايو كروماتين. كلمة ايو بصفة عامة يعني جود. جود كروماتين يعني ده كروماتين الحلو اللي هيبقى مفروض واقدر اشتغل بيه. شايفين بيتكون ازاي؟ بيتكون من الاستراكشر العادي بتاع الكروماتين بس بعيد شوية عن بعضه مفروض. انما الهيتيرو كروماتين الكوندنسد كروماتين بلاقيه مكلكع فوق بعضه بالشكل ده. يبقى الايو كروماتين ده المفروض والهيتيروكروماتين ده الانأكتف أو الكويلد فوق بعضه. موجود فين على الرسمة بتاعتي دي الايوكروماتين وفين الهيتيروكروماتين؟ الايوكروماتين هو الحاجات الجري البسيطة جدا دي اللي أنا شايفاها في النيوكليوبلازم. هو مفرود فصعب أشوفه شوية فبيبان لي الخطوط البسيطة دي. إنما الهيتيروكروماتين، الهيتيروكروماتين هو بيبان الكلاكيع السودا دي. انا ليه شايفه اسود واضح؟ لانه هو كويلد وتقيل، بيبان هو متجمع مع بعضه بالشكل ده. الهيتيروكروماتين موجود في ثلاث اماكن في النيوكليوس. اول مكان لازق على الانر نيوكليير انفلوب زي ما قلنا قبل كده، وبدا بسميه بريفرال كروماتين يعني كروماتين اللي على الطرف. تاني مكان اسمه كروماتين ايلاندز يعني جزر من الكروماتين، والجزر دي بتبقى عايمه في ايه؟ في نيوكليير ساب، بشوفها عايمة في النص هنا. تالت حاجة نيوكليولس أسوشيتد كروماتين. النيوكليولس دي ماسك فيها أجزاء من الكروماتين، هي شكلها مختلف عن بقية النيوكليولس، يبقى بسميها نيوكليولس أسوشيتد كروماتين يعني كروماتين اللي ماسك فيه النيوكليولس. يبقى في أنواع من الكروماتين، في أنواع، في نوع أكتيف أو اسمه إيوكروماتين أو اسمه إكستندد كروماتين، وفي نوع تاني inactive أو اسمه heterochromatin أو condensed chromatin. الايوكروماتين هو بيبقى موجود في صورة واحدة بس اللي هي خطوط الجري دي، إنما الهيتيروكروماتين اللي هي الكلاكيع السودة دي موجودة في ثلاث أماكن، يا إما لازقة على nuclear envelope بسميها peripheral chromatin، يا إما عايمة في nucleoplasm وسميها chromatin islands، يا إما ماسكة في nucleolus وسميها nucleolus associated chromatin. يبقى دول النوعين بتوع الكروماتين.
ايوكروماتين وهيتيروكروماتين، وثلاث انواع بتوع الهيتيروكروماتين اللي قلنا اماكنهم على الرسم. هل اقدر اشوف الكروماتين ده باللايت مايكروسكوب؟ في بعض الخلايا اللي هي اكتيف اللي هي اوبن فيس نيوكليس اقدر اشوفه الخطوط الزرقاء البسيطة دي اللي جوه. يا ترى اللي انا شايفاه ده هيبقى هو الهيتيرو ولا الايوكروماتين؟ لا طبعا هيبقى الهيتيروكروماتين. اللي يوصل لي لدرجة ان انا اقدر اشوفه كجرانيولز بسيطة كده، معنى كده ان هو كوندنسد جدا ولافف حوالين بعضه جدا وعامل كلاكيع كده، اقدر اشوفها. انما طبعا الايوكروماتين المفروض ما اقدرش اشوفه باللايت مايكروسكوب. بالالكترون مايكروسكوب بقدر اشوف الاثنين، بس طبعا مين اوضح؟ الهيتيروكروماتين. تعالوا نشوف مقارنة بين الإيوكروماتين والهيتيروكروماتين. اتفقنا ان الإيوكروماتين اللي هو الجود كروماتين اللي هو الاكستندد اللي شغال واكتف، انما الهيتيروكروماتين هو الكوندنسد كروماتين اللي ملفوف حوالين بعضه وان اكتف. من حيث الاستراكشر فده اكستندد بارت ريبريزنت بيمثل الاكستندد بارتس اوف كروموزومال ثريدز، دي الاجزاء الاكستندد المفرودة، انما دي الاجزاء الكويلد الملفوفة من الكروموسومال ثريدز. هل ده اكتف ولا ده اللي اكتف؟ لا الايوكروماتين هو اللي اكتف، الجينز اللي عليه اكتف، انما الجينز اللي على الهيتيروكروماتين ان اكتف. الفانكشن بتاعته طبعا اي جينز موجوده على الدي ان اي نهايه المشوار بتاعها انها بيحصل لها بعد كده بروتين سينثيسز عن طريق قصه طويله من الريبليكيشن والترانسليشن والكلام ده كله، هتاخدوها بالتفصيل في الجينيتكس. بس الجينز اللي موجوده دي في الآخر هيتم من خلالها تصنيع بروتينز، إنما الهيتيروكروماتين ده إنأكتف فهو مش بيوجه أي تصنيع للبروتينز. زي ما شفنا الرسمة اللي فاتت باللايت مايكروسكوب أنا قدرت أشوف الإيوكروماتين؟ لا، لأنه هو رفيع جدا فهو بيكون موجود في الكلير أرياز اللي موجودة في النيوكليس، إنما مش بشوفه. إنما الهيتيروكروماتين ممكن أشوفه كبيزوفيليك كروماتين جرانيولز. ليه ده قدرت اشوفه احيانا وده لا؟ لان الهيتيروكروماتين بيبقى كوندنسد جدا وملفوف حوالين بعضه فاقدر اشوفه شويه على هيئه جرانيولز، انما الايوكروماتين بيكون مفرود ما اقدرش اشوفه باللايت مايكروسكوب. انما الاثنين اقدر اشوفهم بالالكترون مايكروسكوب. مين اوضح؟ طبعا الهيتيروكروماتين هو اللي هيبقى واضح جدا كالكترون دنس جرانيولز، جرانيولز واضحه من 20 إلى 30 نانومتر إن ديامتر، وكمان ممكن يكونوا متجمعين مع بعض أكتر وشكلهم أوضح. إنما الإيوكروماتين بيبقى ثريدز رفيعة فأقدر أشوفه بالتكبيرات العالية قوي كخطوط لونها جري. الهيتيروكروماتين له ثلاث أماكن اتكلمنا عنهم جوه الرسمة: بريفرال كروماتين، نيوكليورال أسوشيتد كروماتين، وكروماتين آيلاند. إنما بقية الكروماتين اللي هو الإيوكروماتين بيكون موجود في المكان اللي هو منتصف النيوكليس، يعني الحاجات دي كلها واخد أجزاء معينة في الهيتيروكروماتين، إنما المسافة كلها اللي في النص بتكون مليانة بالإيوكروماتين. الجدول ده مهم جدا جدا وهو مجال كبير إن احنا يبقى فيه أسئلة كتيرة. يبقى كده اتكلمنا على ايه؟ اتكلمنا على نيوكليار انفلوب، عرفنا ان في انر واوتر نيوكليار انفلوب والسبيس بينهم ونيوكليار بورز. بعد كده اتكلمنا على الكروماتين وعرفنا ان في ايوكروماتين وهيتيروكروماتين، وعرفنا في ثلاث انواع من الهيتيروكروماتين. بعد كده النيوكليولس هي اللي عليها الدور، هي عباره عن بيزوفيليك بوديز، دي خليه اهي ودي النيوكليس بتاعتها ودي النيوكليولس. نيوكليولس دي بيبقى جسم لونه أزرق، بيزوفيليك بوديز بريزنت إن ذا انترفيس نيوكلياي. أنا ليه دايما بقول إن الحاجات دي موجودة في الانترفيس نيوكلياي؟ زي ما اتفقنا إن الخلايا دي بتبقى في الريست، في حالة ريست، تمام؟ فهي بتبقى كل الستركشرز كاملة وثابتة، مجرد ما تدخل في السيل ديفيجن زي ما هنعرف بعد شوية كل الحاجات دي هتتكسر. فأنا لو الخلية دي في الريست أو في الانترفيس هقدر أشوف النيوكليس دي كبيزوفيليك بوديز موجودة جوه النيوكليس. بتبقى موجودة prominent ظاهرة بوضوح in cells actively synthesizing proteins، يعني موجودة في الخلايا الأكتف. اتفقنا إن الـ open face nucleus أو الخلية اللي تفاصيلها باينة بتبقى خلية active cell. النيوكليولس ممكن تكون موجودة في نص النيوكليس أو ممكن تكون موجودة على جنب.
والأماكن دي بسميها إيه؟ ممكن تكون central يعني في منتصف النيوكليس، ممكن تبقى eccentric يعني جاي على جنب شوية زي هنا. لون النيوكليس هيبقى إيه لما نشوفها كده باللايت مايكروسكوب؟ هنلاقيها بيزوفيليك، لونها أزرق. يا ترى اللون الأزرق ده سببه إيه؟ سببه حاجتين، أول حاجة إن هي فيها RNA ribonucleic acid وده بيزوفيليك لونه أزرق، وكمان كان فيه كروماتين لازق عليها من بره اسمه نيوكليولس أسوشيتد كروماتين وده برضو بيبقى لونه أزرق، فدي الحاجات اللي خلت النيوكليولس يبقى لونها أزرق. وطبعا لما أنا أفرج بالإلكترون مايكروسكوب هقدر أشوف تفاصيل أكتر للنيوكليولس. الأبيرنس شكلها It looks like a twisted and folded cord. يعني إيه شباب الجملة دي؟ يعني لما أجي أبص على النيوكليولس طبعا دي Transmission Electron Microscope Micrograph، دي صورة من Transmission Electron Microscope بس هي بس متلونة، أنا أقدر ألون أي صورة سواء Scanning أو Transmission، إنما ده Transmission عشان أنا شايفة كل التفاصيل اللي جوه. لو كان Scanning كنت أشوفها بقى كورة زي كرة القدم كده ثلاثية الأبعاد، لأ أنا شايفة تفاصيلها من جوه يبقى ده Transmission. اللي بره ولونه أصفر ده هو Nuclear Envelope، الأخضر اللي لازق فيه ده هو إيه؟ ده الكروماتين. وأنهي نوع من أنواع الكروماتين اللي باين باللون الأخضر؟ ده الهيتيروكروماتين، إنما اللي باين باللون البني ده الإيوكروماتين، والفراغات البيضة اللي ورا دي النيوكليوبلازم. الخط الموف ده عبارة عن نيوكليولس، والنيوكليولس زي ما قلنا إنها looks like a twisted and folded cord. شايفين إزاي وأنا ماشية معاها عاملة أكنه حبل؟ أكنه كورد أو أكنه حبل ماشي twisted بالشكل ده، يبقى دي معنى كلمة إنها looks like شكلها عامل زي ما تكون twisted. twisted يعني إيه؟ يعني متني and folded cord، حبل بالشكل ده. النيوكليولس بتكون موجودة في خلايا برضو الانترفيس اللي هي مش عاملة division، إنما once إننا دخلنا في cell division it disappears، هتختفي وترجع تتكون تاني في نهاية السيل ديفيجن بعد ما السيل ديفيجن يخلص. ايه فايدة النيوكليولس دي؟ فايدتها انها بتعمل ريبوسومال RNA. ان شاء الله لما تاخدوا جيناتكس هتعرفوا ان RNA ده في منه 3 انواع، في ماسنجر RNA وفي ترانسفير RNA وفي ريبوسومال RNA. لو رجعتوا للريبوسومز وشفتوا هي بتتكون من ايه هتلاقوها برضو بنفس فكرة الكروماتين، بتتكون من بروتين بس ملفوف حواليه ريبوسومال RNA. أمال الكروماتين بيتكون من هستون بروتين وحواليه DNA. يبقى أنا عندي في النيوكليس في نوعين من الجينيتك ماتيريال، في DNA وفي RNA. الـ DNA ده هو الأساس اللي أقدر أعمل منه نسخ RNA. التلات أنواع من الـ RNA بيتكونوا جوه النيوكليس بس النيوكليولس هي اللي بتعمل الريبوسومال RNA. النوعين التانيين بيكونوا من الكروماتين العادي أو الـ DNA العادي. يبقى النيوكليولس دي بتعمل حاجة مميزة عن بقية النيوكليس إنها بتعمل ريبوسومال RNA. إيه فايدة الريبوسومال RNA ده؟ الريبوسومال RNA ده هيمسك مع بروتينز جوه النيوكليس ويخرج عن طريق النيوكليار بورز يروح للسيروبلازم كريبوزومال سبيونتس. جوه السيروبلازم الريبوزومال سبيونتس هتمسك مع بعض وتعمل كومبليت ريبوسوم ويقدر يقوم بالفانكشن بتاعته. يبقى النيوكليولس مختلفة عن بقية النيوكليوس ان الفانكشن بتاعتها انها بتصنع ريبوسومال RNA. مفيد في ايه؟ في تصنيع الريبوسومز. باي إلكترون مايكروسكوب احنا اتفقنا ان هي عاملة زي twisted and folded cord، اكنه حبل لافف حوالين بعضه بالشكل ده. برضو لو بصيت لها كده من بعيد شوية تقدر تقول انها شبه spongy network، يعني شبكة اسفنجية، اكن ايه انت شايف حاجة مخرمة تبقى عاملة زي الاسفنج. surrounded by aggregations of نيوكليولس أسوشيتد كروماتين، فاكرين مش قلنا إن كروماتين في منه كروماتين لازق على نيوكليولس فهو نيوكليولس أسوشيتد كروماتين. الهيتيرو كروماتين كان بريفرال كروماتين
وكروماتين ايلاندز ونيوكليولس اسوشيتد كروماتين. يبقى ده كروماتين، انما نيوكليولس نفسها فين؟ هي الكوردز دي، الاحبال دي، يبقى هي بتبان كسبونجي نتورك، شبكه شبه الاسفنج، لازق عليها من بره كروماتين. يبقى نيوكليولس من بره عليها كروماتين، انما هي من جوه بتتكون من جزئين، جزء غامق وجزء فاتح. الجزء الفاتح ده هو عباره عن النيوكليوبلازم او النيوكليير ساب اللي بين الاجزاء الغامقه وبعضها. الجزء الغامق دارك ماتيريال بيتكون من ثلاث حاجات: فايبريلر سنتر وبارس فايبروزا وبارس جرانيولوزا. تعالوا نشوف مع بعض هي النيوكليولس اصلا كانت بتعمل ايه. دي كانت بتعمل رايبوسومال ار ان اي. بتعمله ازاي؟ هي جواها دي ان اي، الدي ان اي ده بيتنسخ منه رايبوسومال ار ان اي في هيئه فايبرز، يعني خطوط من الرايبوسومال ار ان اي. بعد كده الرايبوسومال ار ان اي ده بيبتدي يلف حوالين بروتينز ويعمل لي رايبوسومال سب يونتس. فبالتالي النيوكليولس عندي اتقسمت الدارك ماتيريال لثلاث اماكن: جزء فيه الدي ان اي الاساسي وده اسمه فايبريلر سنتر، وجزء فيه فايبرز من الريبوزومال ار ان اي اللي اتكون وده بسميه بارس فايبروزا، وجزء فيه الريبوزومال سب يونتس اللي بدات تتكون في هيئه جرانيولز فبسميه بارس جرانيولوزا. تاني، نيوكليولس بتتكون من لايت ماتيريال هي النيوكليوبلازم او نيوكليير ساب، ودارك ماتيريال. الدارك ماتيريال دي كلها كل الفايده منها تصنيع الريبوزومز. تصنيع الريبوزوم ده بيمر بثلاث مراحل: اول حاجه عندي نسخه اساسيه من الدي ان اي في الفايبريلر سنتر، بعد كده بيتنسخ منه نسخه ريبوسومال ار ان اي في هيئه فايبرز بسميها بارس فايبروزا، بعد كده بيلف حوالين بروتينات ويمسك فيها ويبتدي يكون لي الريبوزومال سب يونت عن طريق جزء او بيبان هنا كجزء اسمه بارس جرانيولوزا. نعرف بس ان في دارك ماتيريال وفي لايت ماتيريال، وايه هي اسامي الدارك ماتيريال. اخر حاجه في النيوكليس هي النيوكليوبلازم، وهو السائل اللي موجود وعايم فيه كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها. سيمي فلويد، سيمي فلويد يعني شبه سائل، كولويدال كلير سوليوشن in which chromatin and nucleoli are suspended. يبقى هو السائل اللي عايم فيه الكروماتين والنيوكليولس. هل اقدر اشوفه باللايت مايكروسكوب؟ باللايت مايكروسكوب انا بشوفه كاجزاء كلير او امتي areas in the nucleus. فاكرين الاوبن فيس نيوكليس اللي كان تفاصيلها باينه؟ الفيزيكولار نيوكليس او الاوبن فيس نيوكليس بشوف تفاصيلها باينه عشان فيها نيوكليير ساب او نيوكليوبلازم كتير. كل ما النيوكليير ساب دي كترت، كل ما النيوكليس دي بقت اوبن فيس وقدرت اشوف تفاصيلها. انما كل ما النيوكليير ساب قلت هلاقي النيوكليس تفاصيلها مش باينه ويبقى اسمها كوندنسد نيوكليس. يبقى باللايت مايكروسكوب انا بشوفه كفراغات، بالالكترون مايكروسكوب بشوفه الكترون لوسنت يعني لونه ابيض، وبيكون كتير في الفيزيكولار نيوكليس وقليل في الكوندنسد نيوكليس. ايه الفانكشن بتاعه النيوكليوبلازم؟ هو ميديوم، هو وسط through which RNA moves towards nuclear pores. الـ RNA اللي اتكون هنا بيتمشى ويخرج عن طريق الـ nuclear pores. احنا كده خلصنا النيوكليس وعرفنا النيوكليير انفلوب والنيوكليولس والكروماتين بأنواعه والنيوكليير ساب. آخر حاجة هناخدها في النيوكليس إن في بعض التغيرات بتحصل في النيوكليس أثناء موت الخلية. كل الخلايا اللي في جسمنا أو معظم الخلايا اللي في جسمنا دايما بتموت وتتجدد ويطلع غيرها. لما الخلية دي تقرر إنها تموت بتمر بثلاث مراحل. أول مرحلة اسمها بيكنوسس. بيكنوسس يعني خلية النيوكليس بتاعتها بتيجي على جنب بالشكل ده، يجيلها كده اكتئاب وتبقى كوندنسد، يعني قبل كده كانت اكتيف واوبن فيس نيوكليس، لا هتبقى كوندنسد، كروماتين بتاعها هيبقى كوندنسد ويحصل لها شرينكج يعني تكش او تصغر في الحجم. and appear as dense basophilic masses، هتبان كده كماس basophilic على جنب الخليه. بعد شويه هتبتدي النيوكليس تتكسر ويحصل لها كاريو
ريكسز يعني تكسير، fragmentation of the nucleus، fragmentation يعني تتحول لفراجمنتس أو قطع. بعد كده كاريولايسز، كاريولايسز يعني تحلل، كلمة لايسز يعني تحلل، فهيحصل disappearance للنيوكليس و complete dissolution يعني خلاص هتدوب كلها by increased activity of DNAs، ده انزيم بيكسر ال DNA، فالانزيم ده يبتدي يكسر بقى في DNA بتاع النيوكليس وتختفي. يبقى خلايا أما يجي يحصل لها cell death بتمر بثلاث مراحل من النيوكليار تشينجز. أول مرحلة اسمها بيكنوزس، إن الخلية النيوكليس بتاعتها تبقى كوندنسد وشرونكن وعلى جنب. تاني حاجة اسمها كاريوريكسس، إنها تتقطع. تالت حاجة اسمها كاريولايسس، إنها تتحلل. بكده احنا خلصنا كل تفاصيل النيوكليس. الحاجة اللي بعد كده هي السيل سايكل. السيل سايكل هي عبارة عن ايه؟ أو إيه اللي بيحصل فيها؟ What happens in the cell cycle؟ كل خلايا جسمنا زي ما اتفقنا، أو يعني 99% من خلايا جسمنا بيحصل لها دايماً تجدد. التجدد ده بيحصل عن طريق إيه؟ عن طريق cell division، يعني يبقى في خلية تنقسم وتعمل نفس الخلية بنفس الشكل بكسرة. تعالوا نبص على السايكل اللي احنا شايفينها دي. في نوعين من السيل ديفيجن هنتكلم عنهم النهاردة، نوع اسمه ميتوزيس ونوع اسمه ميوزيس. الخلية لما بتمر بميتوزيس أو اللي هو الانقسام بتاع الخلية ميتوتيك ديفيجن، بترجع بعدها تاخد بريك وتريح في حاجة اسمها انترفيس. الانترفيس ده لو احنا فاكرين هي دي المرحلة اللي أقدر أتفرج فيها على النيوكليس بكل تفاصيلها، وأقدر أتفرج على النيوكليولس بكل تفاصيلها، غير كده بيكسروا أثناء المراحل دي ويرجعوا يتكونوا تاني في الآخر. لو لاحظتوا الصورة دي تلاقوا مين أطول، الانترفيس ولا الميتوزيس؟ لا، الانترفيس كتير جدا، فترة طويلة جدا، والميتوزيس ده كله بياخد ساعات قليلة. يبقى الخلية معظم الوقت قاعدة في مرحلة انتقالية اسمها انترفيس. الانترفيس ده هو عبارة عن ثلاث مراحل، مرحلة اسمها G1 وS وG2، والانترفيس ده عبارة عن مرحلة بين cell divisions، هي stage between successive cell divisions. يعني الخلية بتعمل mitosis وبعدين تخش في interphase وبعد كده ترجع تخش في mitosis تاني. الخلية بين الميتوزيس والميتوزيس تبقى محتاجة بريك أو استراحة. تعمل إيه في الاستراحة دي؟ بتبقى خارجة من الانقسام اللي قبله، صغيرة شوية في الحجم، مرهقة، لا هي محتاجة تريح شوية ويحصل لها جروس، تكبر شوية، وهنشوف دلوقتي إنها بتعمل دي إن إيه ريبليكيشن وتظبط نفسها استعدادا لدخول سيل ديفيجن جديد. مرحلة الانترفيس دي مهمة جدا، زي ما شفنا هي معظم الخلايا بتستنى أطول فترة في حياتها في انترفيس وبتخش السيل ديفيجن أوقات قصيرة. الانترفيس ده أول مرحلة في السيل سايكل. بقية المراحل اللي هنتكلم عنها بعد كده دي كلها اسمها ميتوسيس. يبقى السيل سايكل بتتكون من حاجتين، بتتكون من انترفيس وبعدين ميتوسيس. زي ما اتفقنا الانترفيس في منه ثلاث مراحل، G1 وS وG2. كلمة G دي جاية من gap، first gap stage. الفيرست gap stage أو G1 stage بيحصل فيها إيه؟ هي الخلية خارجة من الانقسام اللي قبل كده، حجمها صغير شوية، فبتبتدي تزيد في الحجم، cell size increase، وتبتدي إنها تراكم جواها الانزيمز و النيوكليوتايدز اللي محتاجاها في عملية الـ DNA replication اللي هتحصل في الـ S stage. يبقى في الـ G1 stage الخلية خارجة من الميتوزيس، صغيرة شوية عن الخلايا الأم، فبتبتدي إنها تسترد صحتها، تاكل كويس أو يحصل فيها جروس أو تزيد في الحجم، وتبتدي تراكم جواها الإنزيمز اللي محتاجاها في عملية مضاعفة الـ DNA اللي هتحصل دلوقتي. تاني مرحلة اسمها الـ S stage، وكلمة S جاية من كلمة synthesis، معنى كده انه يحصل فيه تصنيع. تصنيع لإيه؟ بيحصل مضاعفة للـ DNA بتاع الخلية، وهنعرف بعد كده ليه. يبقى مرحلة الـ S stage أهم حاجة بتحصل فيها هيحصل replication للـ DNA، الـ DNA هيتضاعف، وكمان الـ centrosome
اللي هو جوه السنتريول هيحصل له دوبليكيشن استعدادا ان هو بعد كده يعمل لي الميتوتيك سبندل. يبقى الدوبليكيشن بتاع السنتريول ان هو يبقى 4 بدل 2 ده بيحصل فين؟ في الانترفيس زي ما احنا شايفين كده، بيبقى عندي ايه 2 سنتروسومز. اخر مرحله في الانترفيس اسمها السكند جاب او جي 2 ستيج. ايه اللي بيحصل فيها؟ برضو الخليه بتفضل تستعد اكتر للميتوزس وتقعد تكون جواها وترسب جواها بروتينز اللي محتاجاها في الميتوزس. ايه نوع البروتينز اللي ممكن اكون محتاجاها في الميتوزس؟ فاكرين لما اخدنا في الميكروتيوبولز انها بتتكون من تيوبولين بروتين، والميكروتيوبولز دي هي اللي هتعمل لي ميتوتيك سبندل. يبقى الخليه بتجهز نفسها وتكون تيوبولين كتير. برضو الاكتين هنعرف انها هترجع تحتاجه في السيل ديفيجن. يبقى الانترفيس فيه 3 مراحل G1 وS وG2. التلاتة مهمين بس أهمهم على الإطلاق هي الS stage عشان بيحصل فيها duplication للDNA وكمان duplication للcentrioles. الفيرست G اللي هو الفيرست gap stage بيحصل فيها إيه؟ الخلية حجمها بيزيد ويحصل accumulation للإنزيمز اللي محتاجاها في الDNA replication. الG2 stage بيحصل بتزود البروتينز اللي محتاجاها وهي داخلة السيل ديفيجن. بعد ما الانترفيز يخلص هتبتدي الخلية دي تخش في الانقسام اللي اسمه ايه؟ ميتوزس. يعني ايه ميتوزس؟ A type of cell division، ده نوع من انواع السيل ديفيجن where a cell الخلية بتنقسم وتدي كام خلية في الاخر. الخلية داخلة هي واحدة هتخرج خليتين giving two daughter cells، هتدي خليتين بس كل خلية فيهم فيها نفس الجينيتك ماتيريال بتاعة الخلية الأم. يبقى هي تدي خليتين، الجينز اللي هنا أو الكروماتين هنا ما تقسمش نصين وبقت كل واحدة فيها النص، لأ الكروماتين اللي هنا تقسم ولكن إدى خليتين، كل خلية فيها نفس عدد الكروموزومات اللي في الخلية الأم. يا ترى إزاي ده هيحصل؟ ده هيحصل علشان أنا أوريدي ضعفت عدد الكروموسومز، خليت كل كروموسوم عمل لنفسه نسخة زيادة أثناء الانترفيس. فبدل ما كان خط واحد بقوا خطين، لما هقسمهم هيرجع تبقى هي في الآخر شبه الخلية الأم. معنى كده إن الخلية قبل ما تخش في الميتوزس دخلت في انترفيز ضعفت فيه عدد الكروموسومات عشان لما أرجع أقسمهم نصين يرجع العدد الطبيعي. تعالوا نشوف الـ stages of mitosis. في 4 stages للميتوزس. أول مرحلة اسمها برو فيز. كلمة برو يعني أولي، فمعنى كده إن دي اللي بتحصل في الأول برو فيز. البرو فيز ده بيحصل فيه حاجات مهمة جدا. أول حاجة النيوكليير انفلوب اللي احنا شرحناه بالتفصيل من شوية ده هيختفي. ليه هيختفي؟ أنا مش معقولة طول السيل ديفيجن هفضل حبس الكروموزومات جوه النيوكليس، أمال إزاي هكمل بقية السيل ديفيجن؟ فهتخلص من النيوكليير انفلوب ده وهيختفي. كمان النيوكليولس اللي قلناها من شوية بتختفي. طيب الكروماتين، الكروماتين اللي كان عندي أثناء الانترفيز مرصوص رصة معينة في أماكن معينة، لأ هيبتدي إن هو يحصل له كوندنسيشن، يعني يلف حوالين بعض شوية بطريقة تدي شكل الكروموزوم النهائي اللي احنا كلنا عارفين. بدل ما كان خيوط كروماتين ثريدز هيبتدي يلف حوالين بعض ويعمل شكل الكروموسوم. وكل كروموسوم هيبقى بيتكون من 2 sister chromatids. يعني ايه؟ يعني كل كروموسوم بيتكون من chromatid وchromatid، يبقى 2 اخوات مع بعض 2 sister chromatids متوصلين مع بعض بالنص بحاجة اسمها centromere. محدش يتلخبط بين كلمة centromere وبين كلمة centrosome. centrosome ده اللي هو centriole بالجزء اللي حواليه، انما centromere ده منتصف الكروموسوم. فاكرين المرة اللي فاتت في الانترفيس كان حصل دوبليكيشن للسنتريولز. السنتريولز كانت اتضعفت في الاس ستيج. الدوبليكيتد سنتريولز دي سيبريت هينفصلوا وكل واحدة منهم تبتدي تروح في جنب من الخلية. migrate يعني هاجر to opposite poles of the cell and organize the microtubules of the mitotic spindle. لو فاكرين السنتروسوم كان بيقوم بفانكشن مهمة جدا كنت بسميه microtubule organizing center. يعني ايه؟ يعني عنده القدرة
ان هو يدي اوردرز للتيوبولين بروتين ان هو يجي يقف ورا بعض ورا بعض ويعمل لي مايكروتيوبولز. انا عايزه مايكروتيوبولز تتكون دلوقتي ليه؟ عشان ابتدي اجهز الميتوتيك سبيندل اللي هي هتكمل عمليه السيل ديفيجن. يبقى ايه اللي بيحصل في البروفيز؟ النيوكليير انفلوب والنيوكليولس يختفوا، الكروماتين يعمل كروموسوم بالشكل اللي احنا عارفين، السنتروزومز كل واحده بتروح في قطب من اقطاب الخليه استعدادا ان هي تعمل ميتوتيك سبيندل. سهل البروفيز، نخش على المرحلة اللي بعدها اللي اسمها ميرافيز. كلمة ميتا يعني منتصف، هنعرف دلوقتي اسمها ميتافيز ليه. ده شكل الكروماتين اللي اتفقنا عليه من المرحلة اللي قبل كده اللي اسمها البروفيز، واتفقنا ان الكروماتين بيتكون من 2 sister chromatids ماسكين مع بعض في النص بحاجة اسمها سنترومير. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل في الميتافيز. هنلاقي الكروموسومز حصل لها كوندنسيشن، يعني اخدت شكل الكروموسوم ده باعلى كثافه ممكنه هنقدر نوصل لها في السيل سايكل كلها. يبقى اتقل او اوضح شكل للكروموسوم الهايست كوندنسيشن هتحصل في الميتافيز. في حاجه جديده اسمها كاينيتوكور. كاينيتوكور ده عباره عن ايه؟ ده عبارة عن بروتينات بتتكون على السنترومير من بره. ايه فايدتها؟ بيمسك فيها الميكروتيوبولز بتاعة الميتوتيك سبيندل. هل ينفع انا اعمل ميتوتيك سبيندل واجيب الميكروتيوبولز دي تروح ماسكالي مثلا في جين مهم او على حاجة مهمة جوه الكروموسوم؟ لا، ربنا خلق كاينيتوكور ده عبارة عن طبقة خارجية حوالين السنترومير يشبك فيها الميكروتيوبولز زي ما هي عايزة، انما ما تخشش جوه تركيبة الجينات بتاعتها. يبقى الكاينيتوكور ده عبارة عن لارج بروتين كومبلكسز، بروتينات موجودة عند السنترومير علشان يحصل فيها اتاتشمنت للميتوتيك سبيندل. يبقى الكاينيتوكور appears في أي مرحلة؟ في الميتافيز. يبقى بعد ما الكروموسوم بقى كوندنسد جدا وبقى واضح جدا كشكل الكروموسوم اللي احنا عارفينه، والكاينيتوكور اتكون ومسك فيه الميتوتيك سبيندل، هبتدي اشوف. شايفين الميتوتيك سبيندل دي الخطوط الخضراء؟ بتبتدي ترص الكروموسومز في خط واحد في نص الخلية بالظبط. ازاي ده هيحصل؟ هتبتدي الميكروتيوبولز دي تكبر بنفس الطول اللي الميكروتيوبولز دي كبرت بيها، بحيث انها تكبر الكروموسومز انها تقف في النص بالظبط. يبقى الميكروتيوبولز هتتحرك وتغير في اللينس بتاعها عشان توصل الكروموسومز انها تقف في خط واحد at the equatorial plate of the cell. السيل إكواتور اللي هو منتصف الخلية، إكواتوريال بليت أوف ذا سيل يعني برضو خط منتصف الخلية. يبقى أهم حاجة بتحصل في الميتافيز إن الكروموسومز تبقى مرصوصة صف واحد زي ما احنا شايفين كده. إزاي اترصت الرصة دي؟ عن طريق الميكروتيوبولز اللي رتبت نفسها بطريقة تجبر الكروموسومات إنها تقف صف واحد في نص الخلية بالظبط. الميكروتيوبولز شبكة في إيه؟ شبكة في الكاينيتوكور اللي هي بروتين كومبلكسز عند السنتروميرز اوف كروموسومز. المرحله اللي بعد كده مرحله الانافيز، واتفقنا ان احنا بنسميها انافيز علشان فيها انانيه. ايه الانانيه اللي هتحصل هنا؟ شايفين ازاي الكروموسومز السيستر كروماتيدز سابوا بعض؟ عندي هنا سنتروسوم وعندي هنا سنتروسوم، وكونوا الميتوتيك سبيندل اللي مسكت في الكروموسومز عند الكاينيتوكور، وكانت المرحلة اللي قبلها واقفين كلهم صف واحد في النص. هتبتدي الميكروتيوبولز دي تقصر في اللينث فتشد سيستر كروماتيدز تقسم الكروموسوم لنصين، كل سيستر كروماتيد يروح على جنب. تمام؟ يعني حصل separation للسيستر كروماتيدز of the chromosome to each pool of the cell. يبقى يحصل تغيرات في طول الميكروتيوبولز هتؤدي ان السيستر كروماتيدز يحصل لهم سيباريشن ويتحركوا ناحية البولز اوف ذا سيل. دي الانافيس. اخر مرحلة اسمها تيلوفيس. كلمة تيلو يعني نهاية، يعني دي اخر مرحلة بتحصل. في التيلوفيس ايه اللي هيحصل؟ فاكرين لما خدنا في النون ميمبرنس اورجانيلز ان في مايكروفيلامنتس اسمها اكتين؟
الاكتين ده من ضمن الفانكشنز بتاعته ان هو بيجي يعمل دايره حوالين نص الخليه بالشكل ده، وهو كونتراكتايل يعني بيقدر يعمل كونتراكشن، فيبتدي يدق يدق من هنا، فيبتدي يحاول يقسم الخليه لنصين، هيعمل لي حفره هنا كده اسمها كليفج فارو. الكليفج فارو دي مسؤوله عن كل ما الاكتين يضيق الخليه تفضل تضيق لحد ما خالص ينفصلوا في الاخر. انا دلوقتي عندي مجموعه من الكروموسومات كامله على جنب ومجموعه من الكروموسومات كامله على الجنب التاني. النيوكليير انفلوب اللي اتكسر في البروفيز هيرجع تاني يتكون. المايكروتوبيولز اللي كانت ماليه كل الخليه عشان الميتوريك سبيندل هتبتدي تتكسر، ما عادش محتاجاها. فاكرين لما كنا في المايكروتوبيولز بنقول عليها دايناميك؟ كنتوا ساعتها مش متصورين يعني ايه دايناميك. دايناميك يعني بتتفك وتتركب. ليه هحتاج اركبها عشان اعمل ميتوتيك سبيندل؟ ليه هحتاج افكها بقى تاني دلوقتي عشان ما عادش محتاجه الميتوريك سبيندل دي في حاجه؟ اخر حاجه ان الاكتين فيلامنتس هتعمل كونتراكتايل رينج، يعني حلقه بتنقبض كده زي الاستك بالظبط حوالين الخليه عند السيل اكويتور في خط منتصف الخليه عشان تفصل الخليه دي لخليتين. عمليه فصل الخليه لخليتين بسميها سايتوكاينيزيس. سايتوكاينيزيس يعني الخليه بقى نفسها خلاص كلها اتفرقت لخليتين دوتر سيلز. يبقى ايه اللي حصل في التيلوفيز المرحله النهائيه؟ حصل اول حاجه ان بقى فيه تو سيت اوف كروموسومز، النيوكليير انفلوب بدأ يتكون، المايكروتوبيولز بتتكسر ديبوليمرايز يعني تتفكك، والاستك اللي اتكون ده من الاكتين اللي هيبتدي يضيق يضيق عشان يعمل لي سايتوكاينيزيس انفصال لجسم الخليه لتو دورر سيلز. يبقى احنا خدنا الانترفيز ده مرحله لوحده G1 وS وG2، بعد كده كل المراحل دي اسمها ايه؟ ميتوزيس، كان في بروفيز، ميتافيز، انافيز، وتيلوفيز. السايتوكاينيزيس ده مرحله في نهايه التيلوفيز. اهم حاجه كانت بتحصل في البروفيز النيوكليير انفلوب والنيوكليولس اتكسروا والسنتريولز بداوا يروحوا لاقطاب الخليه. الميتافيز اهم حاجه حصلت فيه ان الكروموسومز وقفت صف واحد في نص الخليه. الانافيز اهم حاجه حصلت فيه ان حصل سيباريشن للسيستر كروماتيدز. والتيلوفيز النيوكليير انفلوب بدا يتكون والمايكروتوبيولز بدات تتكسر والاكتين بدا يعمل حلقه حوالين منتصف الخليه عشان تنقسم ويحصل سايتوكاينيزيس ويطلع لي تو دورر سيلز. دي صوره باللايت مايكروسكوب للسيل ديفيجن. دي اول مرحله اللي اسمها البروفيز، والكروماتين لسه الكروموسومات ما خدتش شكل معين. بعد شوية الاقي الكروموسومات واقفة في نص الخلية بالظبط وبسميها ميتافيز، وكل الخطوط الحمراء دي هي الميتوتيك سبيندل. بعد كده مرحلة انفصال السيستر كروماتيدز عن بعضها وفي فراغ اهو في النص، ودي الميتوتيك سبيندل، ودي مرحلة الانافيز اللي هي الانانية والانفصال. بعد كده الخلية بقت اتنين اتفصلوا لاتنين، ودي اسمها تيلوفيز. عرفنا الميتوزيس وعرفنا الاربع مراحل بتوعه وعرفنا الانترفيس وعرفنا التلات مراحل بتوعه وعرفنا ان كلمه سيل سايكل يعني انترفيس ورا ميتوزيس انترفيس ورا ميتوزيس وهكذا. ايه حكايه الميوزيس وليه مش داخل معاهم في السيل سايكل العاديه بتاعه كل الخلايا؟ ببساطه عشان هو ما بيحصلش في كل الخلايا. كل خلايا جسمنا بتنقسم انقسام ميتوزي ما عدا نوعين بس من الخلايا هما اللي بيخشوا في الميوتيك ديفيجن. الميوتيك ديفيجن او الميوزيس ده the process by which بيحصل فيه ايه؟ بيحصل فيه two successive cell divisions. يعني ايه؟ يعني في نوعين من الانقسامات بيحصلوا ورا بعض، الاول ميوزيس 1 بعد كده ميوزيس 2، وبينتج عن البروسيس ده كله اربع خلايا كل خلية فيها نص عدد الكروموزومات اللي في الخلية الام. نفتكر مع بعض الميتوزيس كان بيحصل فيه ايه؟ كان بيحصل فيه انقسام بس على مرحلة واحدة مش مرحلتين، وكان بيطلع خليتين والخليتين دول كانوا شبه الخلية الام،
إنما المرة دي هيحصل انقسامين وهيطلع الخلايا النهائية فيها نص عدد الكروموسومات بتاعة الخلية الأم. بيحصل فين النوع ده من الانقسام؟ بيحصل في الجاميت. الجاميت دي الخلايا اللي موجودة في الأوفري وموجودة في اللي هي الأوفا والسبرمز، هما دول اللي بيحصل فيهم أو الجيرم سيلز، يعني هما دول اللي بيحصل فيهم ميوسس. اشمعنى الخلايا دي هي اللي بيحصل فيها ميوسس؟ مش الخلايا بتاعت الأوفم هتتحد مع الخلايا بتاعت السبرمز عشان يعملوا طفل يعني في الآخر؟ فمعنى كده أنه لازم يكون آخد نص الكروموزومات من الأم ونص الكروموزومات من الأب. لو الميوسس كان زي الميتوزس والخلايا اللي طلع خلايا كاملة، معنى كده أن الطفل اللي هيطلع ده هيطلع عنده ضعف عدد الكروموزومات. فالميوسس على مرحلتين عشان أوصل أن أنا أقلل الكروموزومات عشان بعد كده لما يحصل فيرتلايزيشن بين أوفم وسبيرم أوصل تاني للعدد الكامل بتاع الكروموزومات. يبقى بيحصل في الجاميت كونتين بيطلع خلايا فيها half the number of the chromosomes اللي موجود في الصوماتيك سيلز. الصوماتيك سيلز الخلايا الجسدية بتاعة جسمنا كله، الجاميت دي الخلايا اللي هي sexual cells بتاعة السبرم والأوفم. مراحل الميوسس، في ميوسس 1 بنفس الخطوات اللي قبل كده وجنبيها 1، بروفيز 1، ميتافيز 1، أنافيز 1، وتيلوفيز 1. ميوسس 2 هما الأربع مراحل بس أحط جنبهم رقم 2. الميتوزس اللي احنا لسه متكلمين عنه دلوقتي، كانت الخلايا دخلت في انترفيز الأول ليه؟ عشان تضاعف عدد الكروموسومات. بعد شوية كانت الكروموسومات وقفت صف واحد في نص الخلية في مرحلة الميتافيز. بعد كده كانوا انفصلوا السيستر كروماتيدز في مرحلة اسمها الأنافيز، وكل مجموعة من الكروموسومات بقت لوحدها في دوتر سيل، ولكن الكروموسومات دي عددها نفس عدد الخلية الأم. خلي بالكوا الخلية الأم اللي هي إيه؟ اللي قبل ما تخش الانترفيز، تمام؟ تعالوا نشوف الاختلاف بين الميتوزس وبين الميوزس. برضو الخلايا هتخش في انترفيس عشان تضاعف عدد الكروموزومات، ولكن بدل ما كانت الكروموزومات بتقف في صف واحد في نص الخلية، الكروموزومات هنا هتقف صفين، بحيث لما تيجي الميكروتوبولز تقصر هتشد معاها كروموزوم كامل من غير ما يتقطع، وتحط دول في خلايا ودول في خلايا، وترجع الخلية تمر في سيل ديفيجن تاني شبه الميتوزس اللي هيحصل فيه انفصال للسيستر كروماتيدز. وبكده هوصل لأن كل خلية من دول فيها نص العدد الأساسي من الكروموسومز. يبقى الاختلاف الأساسي بين الميتوزس وبين الميوزس إن الميوزس المرحلة الأولى الكروموزومات واقفة اتنينات جنب بعض، مش واحدة واحدة، مش واقفين صف، هيقفوا صفين. لما يجوا ينفصلوا هينفصلوا كروموزوم كامل مش هيتقطع، لحد ما يخش تاني في الديفيجن التاني هيبتدي ينفصلوا لتو سيستر كروماتيدز زي الميتوزس، ويطلع لي دي خليتين ودي خليتين، يعني التوتال هيطلع أربع خلايا كل خلية فيها نص عدد الكروموسومات. تعالوا نشوف إيه اللي هيحصل في ميوزس 1. ميوزس 1 قبل ما الخلية تخش في الميوسس بيحصل لها بالظبط زي قبل ما الخلية تخش في الميتوزس، بيحصل لها دوبليكيشن للدي ان اي في اس ستيج، تمام؟ في بروفيز 1 synapses occur between each two homologous pairs of chromosomes forming tetrads. يعني ايه الكلام ده؟ الكروموزومات اللي جوه جسمنا من 1 ل 46، بس في الحقيقة هما 23 ومتكررين تاني، يعني في عندنا كروموزومين رقم 1، كروموزومين رقم 2، كروموزومين رقم 3 لحد رقم 23. فبتيجي الكروموزومات اللي شبه بعضها، يعني مثلا كروموزوم 1 وكروموزوم 1 يقفوا جنب بعض ويعملوا حاجة اسمها سينابسز. ركنتهم جنب بعض بالشكل ده اسمها سينابسز. بعد ما بيحصل سينابسز في برو فيز 1 بين 2 homologous pairs، homologous يعني متجانس أو اتنين زي بعض، ويعملوا حاجة اسمها تتراد. مش ده بيتكون من two sister chromatids وده بيتكون من two sister chromatids، اتنين واتنين يبقى أربعة، كلمة تتراد يعني شكل رباعي.
يبقى في تروفيز 1 بيحصل سينابسز، يعني يقفوا جنب بعض بالشكل ده ويعملوا تترود. بعد كده بيحصل حاجة اسمها كروسينج اوفر. نبص على الكروماتيد ده نلاقيه معدي من فوق الكروماتيد ده، وهيبتدوا يتبادلوا الأجزاء وياخدوا الشكل ده، كل واحد ياخد حتة من اللي جنبه. العملية دي اسمها كروسينج اوفر. ايه فايدة العملية دي؟ العملية دي بتخلي في اختلاف في الجينات. يعني ايه؟ يعني مثلا لو افترضنا ده الجين بتاع لون العينين، هيتبدل اجزاء من الكروموسوم ده مع الكروموسوم ده، بحيث ان الخلايا اللي طالعه او الاطفال اللي هيطلعوا بعد كده يطلعوا مختلفين. اتفقنا ان انت مش نسخه زي اخواتك، كل واحد فيه كل شكل مختلف، في تشابه بينكو انما كل واحد فيكم مختلف. اللي بيسبب الاختلاف الدايفيرسيتي دي بين الاخوات وبعضهم هو حركة الكروسينج اوفر دي، ان بيحصل قطع الاجزاء من الجينات وتبدلها مع اجزاء من كروموسومات تانية، عشان ما يطلعش كل الاطفال اللي طالعين طالعين نفس الشكل. يبقى حصل كروسينج اوفر among the chromatids mixing up the genes، بيبدل الجينات من كل parent and forming a new and different set of genes. يعني لو الجين بتاع اللي جاي من الاب مثلا لون عينه أخضر والأم لون عينها أسود، فبيحصل تغيير عند الجينات مثلا بتاعت لون العين، بحيث أن بعض الأطفال ممكن تطلع ملونة بعض الأطفال لأ. وكذلك مثلا في الجين المسؤول عن لون الشعر، في الجين المسؤول عن أي حاجة، بيحصل ميكسينج ما بينهم بحيث يطلع بعد كده اختلافات في الأطفال اللي هتطلع. Forming new and different sets of genes to be passed on to the next generation. بقى الأجيال اللي هتطلع كلها تطلع مش كلها نفس النسخة، يطلع في أشكال مختلفة منك أنت وأخواتك. يبقى ميوزيس 1 المميز اللي حصل فيه إن في البروفيز 1 حصل سينابسز، يعني وقفوا جنب بعض، بعد كده حصل كروسينج أوفر، والحركة دي ساعدت في تكوين different sets of genes for new generations. بعد ما السينابسس وكروسينج اوفر بيخلصوا بتكمل بقيه مراحل ميتافيز 1 وانافيز 1 وتيلوفيز 1 زي ما احنا عارفينهم من قبل كده. بس في اختلاف واحد، لو بصينا على الميتوزيس كنا اتفقنا ان الخلايا بتقف في صف واحد في نص الخليه في الميتافيز، انما في الميوزيس 1 في الانافيز 1 الكروموزومات اللي حصل لها هو كروسينج اوفر اللي هي الرباعيات اللي احنا شفناها دي بيفضلوا ماسكين واقفين جنب بعض، بيفضلوا متمسكين مع بعض كده ايه للنهايه، بحيث ان لما في الانافيز هينفصلوا ككروموزوم كامل مش هيتقطع، على عكس الميتوزيس كان بيحصل سيباريشن للسيستر كروماتيدز، كانت الكروموزومات بتنفصل ونصها يروح هنا ونصها يروح هنا، انما هنا كروموزوم كامل هيتشد ليه جنب الخلية ويرجع لسه في المرحلة اللي بعدها ينفصل. يبقى في anaphase 1 separation of the homologous chromosomes that paired during synapses، الهومولوجس كروموسومز دول بس هيبعدوا عن بعض، إنما كل كروموسوم هيفضل متكون من 2 sister chromatids. Each of the separated chromosomes، الكروموسومات اللي حصلها separation دي still contain 2 chromatids، يبقى كل واحد لسه بيتكون من 2 chromatids، إنما في الميتوزيس لأ خلاص كانوا سابوا بعض السيستر كروماتيدز. بعد كده الخلية هتخش في الميوزيس 2 السكند ميوتيك ديفيجن، وده نسخة من الميتوزيس، فالخلية هتنقسم تاني، إنما المرة دي هيحصل انفصال للكروموسومز، السيستر كروماتيدز بقى هتنفصل. هل الخلية هتخش في S phase تاني؟ هل أنا عايزة أضاعف الكروموزومات تاني؟ لا، ده أنا لو ضعفتها بكده مش هبقى عملت الهدف اللي أنا عايزاه من الأول، أنا عايزة أوصل إن أنا أقلل الكروموزومات اللي جواها لنص الحقيقي، يبقى أنا مش هخش في S phase تاني قبل ميوزيس 2، S phase الأولاني بس دخلت فيه قبل ميوزيس 1، إنما مفيش S phase تاني في النص. وفي الميوزيس 2 هيحصل separation للسيستر كروماتيدز، ويبتدي برضو النيوكليار انفلوب يرجع يكون تاني بنفس الحاجات اللي قلناها قبل كده. معنى كده ان ميوزيس 2 هو نفس خطوات الميتوزيس،
بس النت ريزلت في الميوزس ان الخلية في الاخر بتبقى فيها نص عدد الكروموسومات. يعني ايه بقى نص عدد الكروموسومات؟ بسميها ploid set of chromosomes. هي الخلية العادية اللي فيها 46 كروموسوم او فيها 23 pair، ال 23 دول N. فما اقول الخلية دي فيها 2N تبقى الخلية دي deployed، يعني فيها نسختين من ال 23 تبقى الخلية دي كاملة. إنما الخلايا اللي خارجة من الميوزس بيبقى فيها 23 بس مش 46، فبسميها N واحدة اللي هي الهابلويد. الجزء الأخير ده المقارنة بين الميتوزس والميوزس أنا ما كنتش هحطه، كنت هطلبه منكم كأكتيفيتي لأنه هو سهل جدا إن احنا نجمعه، بس تعالوا نقوله سوا. وطبعا ده مهم جدا جدا، الفروقات بقى خلاص النهائية اللي بين الميتوزس والميوزس، ودي أي حد دلوقتي منكم هيبقى عارف يطلعها لوحده. بيحصل فين الميتوزس؟ بيحصل في الخلايا الجسدية اللي هي الصوماتيك سيلز، كل خلايا جسمنا ما عدا الجيرم سيلز اللي هي بتاعة الأوفري والتستس، بتاعة الأوفم والسبر، دي بيحصل فيها ميوزس. واتفقنا إيه المغزى من البوينت دي؟ أنا لما بعمل ميتوزس لأي خلية من خلايا جسمي أنا عايزة نفس الخلايا تتكرر بالظبط هي هياها. يعني جلدي لما بيجي يتجدد أنا عايزة خلايا جلد زي اللي تحتها بالظبط، عايزة كوبي وبيست منها. إنما في الميوسس أنا عايزة أقلل عدد الكروموسومات علشان لما يجي بعد كده يكون طفل ياخد نص كروموسومات من الأم من خلايا الأم ونص كروموسومات من السبرم، فأنا محتاجة نص عدد الكروموسومات في الجيرم سيلز. إنما في بقية جسمي أنا مش محتاجة أعمل كده نهائي، بالعكس أنا محتاجة نسخة بالظبط زي الحقيقي. Number of divisions عدد الانقسامات، الميتوزس كان فيه 1 division اللي هما الأربع خطوات اللي اتفقنا عليهم، إنما الميوزس كان فيه على مرحلتين ميوزس 1 وميوزس 2، يعني فيه انقسامين بيحصلوا ورا بعض. عدد الخلايا اللي طالعة من الميتوزس خليتين، إنما عدد الخلايا الخارجة من الميوزس 4 خلايا. الجينيتك كومبوزيشن بتاعة الخلايا اللي خارجة من الميتوزس فيها نفس identical للبيرنت سيل، هي نفس خلايا الأم. انما الميوسس يعني انا زي ما قلت لكم كده، لو انا عايزه اجدد خلايا الجلد فهي الخلايا تطلع هو نفس خلايا الجلد، مش هيطلع لي مثلا خلايا مثلا بتاعه ليفر سيلز ولا حاجه في جلدي، لا هي نفس الخلايا ايدنتيكال للبيرنت سيل. انما في الميوسس بتطلع مختلفه عن البيرنت سيل. الكروموسوم الكونتنت دي فيها ضعف عدد الكروموسوم اللي هو 46 كروموسوم اللي هو 2N اللي هو الديبلويد، إنما دي فيها 23 بس أو هابلويد set of chromosomes. السينابسس والكروسينج أوفر بيحصل في الميتوزس؟ لا هو بيحصل في الميوزس. وبيحصل فين في الميوزس؟ بيحصل في بروفيز 1. الكروموسومز لما تيجي تبقى arranged في الميتافيز في الميتوزس بيبقوا arranged in one line في خط منتصف الخلية، إنما في الميوسس لا كان الوضع مختلف شوية. في ميتا فيز 1 ما كانوش بيقفوا صف واحد، دول كانوا بيقفوا صفين جنب بعض، pairs of chromosomes واقفين جنب بعض arranged in two lines in the equatorial plane of the cell. استعدادا لمرحلة الأنافيز هنا two sister chromatids يبقوا separated، إنما هنا أنافيز 1 اتفقنا كروموسوم كامل بيروح للpoles of the cell. تعالوا نشوف الكيس اللي شفناها الأول للطفلة اللي اسمها لورا اللي كان عندها داون سيندروم. داون سيندروم ده مشكلة في الكروموسومات، وده هناخده بالتفصيل بعد كده في الجيناتكس، بيحصل نتيجة ايرور في السيل ديفيجن. ايه اللي بيحصل في السيل ديفيجن؟ بيحصل نون ديسجنكشن. يعني ايه نون ديسجنكشن؟ لما تيجي الكروموسومات تنفصل عن بعضها، لا بتيجي عند خلايا معينة ما تنفصلش، فبالتالي بدل ما الأوفم يكون فيها نسخة واحدة من الكروموسوم رقم 21 بيطلع فيها نسختين من الكروموسوم رقم 21. تيجي بعد كده تعمل فيرتلايزيشن مع سبيرم في نسخة، بقى كده عندها 3 نسخ، الطفلة دي هيبقى عندها 3 نسخ من الكروموسوم رقم 21 بدل نسختين، يبقى ده اسمه ترايسومي 21، يعني في 3 نسخ من كروموسوم رقم 21. أنا ليه جبت لكم الكيس داون سيندروم؟
عشان داون سيندروم it's the most common autosomal chromosomal anomaly. دي أشهر نوع من أنواع الأنوماليز. يعني أنت لو بتشوف في حياتك أو في أسرتك أو في المنطقة اللي أنت ساكن فيها حد عنده كروموسومال أنومالي، بنسبة 90% هيبقى هو عنده داون سيندروم، وبقية أنواع الكروموسومال أنوماليز نسبتها قليلة. تخيلوا أن واحد لكل 600 طفل بيتولدوا بيبقى عنده داون سيندروم، ودي أكبر نسبة في نسب الكروموسومال أبنورماليتيز. في الحالة دي الجين الكروموسوم الزيادة ده الاكسترا جينيتك ماتيريال بتؤدي لي تأخرات delay in the way of a child development، يعني مش هيكبر زي بقية زمايله، هيفضل حجمه أصغر شوية من زمايله، وممكن يبقى عنده بعض المشاكل الذهنية وبعض المشاكل الفيزيكال، وده اللي حصل مع الطفلة الموجودة في الكيس اللي في أول الليكتشر. تعالوا نشوف بعض الأسئلة. In mitosis، أثناء الميتوزيس، كروموسومز are present in one line in the equatorial plate of the cell in. الكروموسومات بتقف صف واحد في منتصف الخلية في أي مرحلة؟ الأنافيز، ميتافيز، بروفيز، تيلوفيز ولا الانترفيز؟ نفتكر إنها كانت بتقف في النص بالضبط في مرحلة إيه؟ الميتافيز. In mitosis, separation of sister chromatids to the poles of the cell occur in. بيحصل separation للsister chromatids، لو تفتكروا مرحلة الأنانية وسابوا بعض، في أي مرحلة؟ في مرحلة الأنافيز. In meiosis, synapses and crossing over occurs in. كان بيحصل إن الكروموسومات تقف اتنينات جنب بعض ويحصل crossing over بينهم، في أي مرحلة؟ في البروفيز 1. DNA replication before mitosis occurs in. عملية مضاعفة DNA قبل الميتوزيس بتحصل في أنهي مرحلة؟ G2 ولا S ولا metaphase prophase G1؟ S stage. الشابتر ده موجود في chapter 3 cell division، في كتاب basic histology موجود عندكم على المودل، والويب سايت ده بيكون دايما عليه صور حلوة جدا لكل السلايدز اللي عندكم في المنهج، ودي فيديوز موجودة عندكم في learning resources على المودل، موجود فيها animations للميتوزس والميوزس والفرق بينهم، حلوة جدا لازم تدخلوا تشوفوها. وحابة اشكركم لحسن استماعكم، واي هوب ان انتوا تكونوا فهمتوا الليكتشر كويس، تقدروا ترجعوا لها اي وقت لو انتوا مش فاهمين حاجة، وتقدروا تبعتولي على الايميل او تبعتولي مسج على المودل لو في اي حاجة واقفة قدامكم وانا اشرحها لكم تاني. شكرا.